سلام. الحمد لله، الواحد يحمد ربه ودائما يكون ممتن للحياة اللي عنده لأهله مهما كانت الظروف. في نفس الوقت تلاقي الواحد بيحمد ربه لكن ما بيتصرف بناء على الحمد هذا، ما حتى لو مثلا الواحد بيقدر زوجته ولا زوجة بتقدر زوجها بتلاقي التصرفات مختلفة تماما. يقول لك ما تسمع للكلام، شوف التصرفات. التصرفات أكثر طريق للتعبير عن أحاسيس الشخص، وممكن الواحد ما يكون منتبه، ممكن الواحد يكون فعلا ممتن بس تصرفاته مختلفة. بيشتكي من شغله، بيشتغل إنه أولاد، بيشتكي إنه أولاده مزعجين، إنه البيت زوجته بتعصب عليه، أو يعني ما بيعبر تصرفاته، ما بتعبر عن اللي هو حاسه، لأن إحساس الامتنان ينحط في قمة القائمة حقت الأحاسيس الإيجابية أكثر من الحب. حتى الواحد حلو لما يحب شخص يروح يقول له إنه أحبك. يعني أنا بابا أفتكر إحنا كعرب بنستحي إنه إحنا مثلاً نمدح أو نقول لأشخاص بنحبهم إنه إحنا بنحبهم. قعدت أفكر الكلام هذا من زمان، إنه أنا ليش ما بقول لبابا إن أنا أحبك يا بابا؟ يعني إيش المخجل في الموضوع؟ الواحد يخجل لما يقول كلام مو حلو أو لما يتصرف تصرفات مو حلوة. فمن أياميها قررت إنه أنا لازم الواحد يعبر عن الأحاسيس الطيبة هذه، عن لما هو يكون حاسس بالامتنان يعبر فيها امتنان لرب العالمين بتصرفات طيبة، بحنية مع الناس، بأن الواحد يهتم ويحافظ على الأشياء اللي عنده، أنه يعرف كيف بتنصرف الفلوس هذه، المال هذا من خزائن رب العالمين، هذه نعمة فما يبعترها ولا أنه يبخل. يعني يكون الواحد ينتبه للتصرفات اللي بيعملها، لأنه هي اللي بتأكد على ترددات جسم الشخص وعلى الخيرات اللي ممكن تجي وعلى انفتاح القلب اللي ممكن الواحد يكون عليه. ما تتخيلوا لأي درجة التصرفات والحركات اللي الواحد يعملها قد إيش بتشحن الجسم وبتبعث في نفسه السعادة والراحة من غير ما يحس. فكويس إنه الواحد يكون واعي للنقطة هذه. سلام.